أعدت إنشاء مصنع شوكولاتة ويلي وونكا، وأحد هؤلاء الأشخاص العشرة سيفوز بهذا المصنع. ها نحن أولى. يا للهول، هذا جميل. ما هذا؟ هذا رائع. أهلا بكم في اختراع المدهش. هذا رائع، نحن الآن في أرض الحلوى. انظروا إلى هذا النمر. هذا باب الشوكولاتة، لقد تناول قضمة منه. إنه لذيذ. وجد المتسابقون التذاكر عندما اشتروا ألواح الشوكولاتة من مستر بيست. التحدي الأول هو لعبة الغميضة، ولديكم 1000 ثانية. هيا اختبروا. هيا هيا. 2 3 4. هيا بسرعة، علينا الاختباء. انظروا إلى مقبض الباب، يا للروعة. أوه، إنها منطقة مخصصة لحلوى المارشميلو. ما هذا جمال؟ 202 202 205. ماذا عن هذه؟ ترى هل سأتسع هنا؟ وداعاً. حسناً، سأتركه. في الحقيقة المصنع مدهش. إنه خيالي، أشعر وكأنني أحلم. أوه، ما هذا؟ ما هذه المنطقة أساساً؟ انتهى الوقت، هيا بنا. إن اضطررت للاختباء هنا ربما سأختار نهر الشوكولاتة، فلن يخطر في بالي البحث فيه. سيفوز من يفعلها. نحن في إحدى غرف المصنع. لا كاك. لا أيمكنني تناول واحدة؟ لا يمكنك إنشاء مصنع شوكولاتة دون مكتب إدارة. لا أحد هنا، دعونا نذهب. لن يكون هناك أحد مختبئ هنا بالطبع. لا أرى أحدا هنا. لا أحد هنا أيضا. وهذه غرفة ويلم شرام. ما الذي قلته توًا؟ كلمة مارشميلو معكوسة. حسنا. أهلا جيمي، لقد كنا نتصل بك الآن. وجدنا مكانا مناسبا جدا للاختباء. أوه لا، يا لسوء الحظ. إنه الفتى ذو الملابس الأنيقة. لا إنه راعي البقر. انتبها لعصا الحلوى العملاقة. هل شاهدت الفيلم من قبل؟ أجل. إذن عليك الصعود على متن القارب. أجل أعلى. لا تسألوني كيف وضعنا نهر وشلال شوكولاتة داخل هذا المستودع. وداعاً. وداعاً جيمي. افصل الشلال. اعتقدت أن الشلال سيتوقف. يا للهول، اعتقدنا أنه سينفصل ولكن الأمر فشل. التحدي التالي على جدار مصنع الشوكولاتة، وأسميه جدار الحلوى المميت، ويبدو هذا الاسم مخيفا. أجل، أهلا بكم. حسنا، أهلا بكم في منطقة الجدار الصخري. أعطيت كريس سانجن آخر شخص يصل إلى قمة الجدار مستبعد. حسناً، هل أنتم مستعدون؟ أجل. هيا انطلقوا بسرعة. حسناً. هيا هيا. هناك شخص يكاد يقع. يا للروعة، ذلك الفتى يصعد بسرعة. هل أنت بخير؟ أجل، شكراً لك. هيا اصعد إلى هنا. كيف يعرف كيفية التسلق على الحلوى؟ ماذا قلت؟ حسناً، إنه عداء مميز. الجائزة ليست جائزة عادية، بل المصنع بكامله. أجل. اضغط الزر، اضغط الزر. أحسن، لقد نجح. أوه، لا يمكنني. تذكروا مصنع الشوكولاتة على المحك، أعني حائط الحلوى الذي تتسلقونه. عليك ضغط الزر الأحمر. يا للهول، لقد نجحت. ضع قدمك على قطعة أخرى. لا تدع قطع الحلوى تضيع فرصتك لامتلاك المصنع. لا يمكنني. لا تتوقف. هيا تابع. هيا تابع. هيا تابع. لا تتوقف. أجل. لم ينجحا بالتسلق، لذا عليهما الآن لعبوا حجرة ورقة مقص. حجرة ورقة مقص. هيا. نجح. آسف. تهانينا لك. هيا بنا إلى نهر الشوكولاتة، وهذه مظلتك في حال حدوث عطل في الشلال مجددا. ومن كان يظن أن شلالا مصنوعا من الشوكولاتة قد يكون غير عملي. سيتم تقسيم المتسابقين إلى مجموعات. هل الجميع مرتاح مع شريكه؟ أجل. حسنا، إلى التحدي الثاني. والآن معنا أعظم أكولين في العالم. ابتعد هنا. مات ستوني وجوي تشيسنات. وسيثبتان قدراتهما في التحدي، لذا أحضروا الشوكولاتة. هذه من إنتاجنا، ويمكنكم طلبها عبر الإنترنت. ولدينا نكهتان، شوكولاتة بالحليب وشوكولاتة بملح البحر. أيمكننا أن نرى كيف ستكون؟ وأنتم عليكم تسجيل الملاحظات. هذا جنوني. سأتقيأ لمجرد رؤيتهما. سيتم استبعاد الفريق الذي يتأخر في تناول لوح الشوكولاتة. حسناً، ابدأوا المسابقة. انطلق. بدأ التحدي، وشخصان سيخسران هذا التحدي. رأيتما بوضوح ما عليكما فعله. أدخلها في الفم واشربا الماء بعدها. انضغها ثم ابلع. افعل ذلك. الماء صديقك المفضل. اشربا الماء. استمر في الشرب. أعتقد أنهما الأكثر تقدم. لدي حساسية من اللاكتوز. إنها شوكولاتة داكنة، لذا فأنت بخير. أنا بخير. أجل، هناك مصنع شوكولاتة بانتظاركم. كنت أحاول خسارة الوزن وهذا غير جيد. أشعر بالحال. أنت بخير؟ أنت تتعرق. هل يمكنكم إعطائي منديلا؟ هيا بسرعة. أول الفائزين معنا رسمياً. للفوز ابتلعا ما تناولتماه.
أول فائزين معنا هناك. تذكر، لا يهم من يربح بل من يخسر. هيا يمكنكما نجاح. ذلك الفريق كان في المركز الأخير وسيعود لهزيمتكما. يوجد وقت، ركزا على ابتلاعها، افتحا فميكما. ايه لقد نجحا. مرحبا. لقد شرفا على الانتهاء، وهذه فرصتكما الأخيرة. إنهما على وشك الفوز، لذا عليكما الإسراع أكثر. هيا بسرعة الآن. هل انتهيا منها يا كريس؟ إنهما ينبغان آخر قطعة. ابتلعاها. هيا يمكنكما الفوز. أول شخص يبتلعها عليه فتح فمه لنرى. فمه خالٍ، ماذا عنك؟ هيا افتح فمك. فمه خالٍ، انتهيا. أجل أوشكتما على الفوز. إنها شهية جدا ولكنها كبيرة. يا للهول. إلى نهر الشوكولاتة. إلى اللقاء. ما شعور أن تبحرا في الشوكولاتة بعد تناول الشوكولاتة؟ لا أعلم. شاهدونا حتى النهاية، سيكون معنا ضيف مميز سيذهلكم وجوده. والآن المتسابقون الستة جميعهم في الخارج، أيمكنكم نزع عصب العيون والنظر؟ إنها أكبر قارورة مشروب غازي في العالم. احمل عكازي يا شاندلر. وها نحن أولى. ما أجمل التعديل. كيف صعدنا؟ إذا أدخلت حبة النعناع الأكبر في العالم في القارورة فأنت الفائز. ولا تنسوا أن هذا المبنى وكل شيء هنا على المحك. ثمنها نصف مليون دولار إن لم يكن أكثر. آه. لا، يا للهول. في القارورة. أجل، في القارورة. لا لا، بداخلها تماما. لنرى كم من المرات سنجعل تشاندلر يقول هذا. وتذكروا النتيجة ستحدد الفوز بالمصنع. محاولتي الأولى، أعتقد أنها الرمية الأسوأ. في هذه الأثناء سأخبركم عن هاني. هيا أيها الفتى، لم تلمس. أخبروني الآن، من منكم استخدم موقع هاني من قبل؟ أنا. أنا أنا أنا. حقاً أنتم الستة جميعاً؟ جيد، هاني هو ملحق مجاني للمتصفح، يمكنكم تثبيته. مهمته هي يا للهول، كنت تفعلها. عندما تتصفحون الإنترنت سيبحث عن رموز القسيمة ويطبقها، وسترون هناك تلفازاً قد اشتريته. وساعدني هاني على ادخار 447 دولاراً. إن لم تصب الهدف فسأسمح لك بالاحتفاظ بالتلفاز. أنا. أجل، حسناً، أصبح ملكك الآن. شكراً هاني. وليس ذلك فحسب، بل سيساعدكم في مواقعكم المفضلة كمواقع شراء الأحذية والأدوات الإلكترونية وحتى الشوكولاتة. وهو مجاني ويتم تثبيته بسهولة، وكل ما عليكم هو زيارة الموقع أمامكم وابدأوا الادخار الآن. كنت تنجح. يا للهول، كنت تصيبها. أوه. دخلت وخرجت. هذه هي. هاي يا للهول. هيا فلنبتعد من هنا. تدفقت للأعلى بشكل جنوني. سيحصل الفائز على مصنع متسخ، وبفوز هذا الشاب في اللعبة سيختار الشخص المستبعد. أوه. انظر إلى هؤلاء الرجال الخمسة. أوه. إنه موقف صعب. يمكنك اختيار نفسك. لا، سأرفض هذا الخيار. أعتذر يا إيريك. لا شيء شخصي، وأتمنى أن تسامحني يا صديقي. هيا بنا إلى نهر الشوكولاتة. هذه نسخة صغيرة من حبات النعناع التي كنت ترميها، وإذا رأيت هنا لديك حبة ذهبية صلبة. تفضل، يمكنك أن تبيعها. من الأفضل لك أن تربح هذه المرة. أعتذر يا رجل، أنا آسف. إن تساءلتم عن وجهة النهر، لا أعلم. التحدي التالي. والآن غرفة حلوى المارشميلو، استلقي على الأرض. هل ألمك ذلك؟ لا على الإطلاق. أمام الجميع، لا أستطيع الوثوق بك وأنت تحملها. هيا ابتعد قليلا إلى الوراء. يوجد أمام الجميع دوامة بنكهة النعناع ويمكنكم الوقوف عليها. بدأ التحدي رسميا. الشخص الذي يسقط أولا هو الخاسر. أجبني، أتشعر بالذنب؟ اعتراني شعور سيء. تخطه وقفز. لا، لن أفعلها. تستطيع فعل ذلك. مهلا، لا تدفعني. إنها لا تدور حاليا، لذا دعونا نبدأ. إنها تدور ببطء شديد. ما رأيكم جميعا؟ لا بأس. جيدة لا جدا. لا تزال جيدة حتى الآن. لا تسخر، أتريدني أن أزيد سرعة الدوران؟ حسناً، سأزيد السرعة. إنهم يشبهون الشخصيات غير القابلة للتحكم الموجودة في قائمة اختيار الشخصيات في ألعاب الفيديو. خطوة واحدة ستساعدك على تحمل الشعور بالغثيان. لست مضطراً للثبات في مكانك. لا تستمع، فأنا لا أثق بكلامي. يبدو هذا مخيفاً. لا، ماذا تفعل؟ ما الذي حدث؟ لما وقعت على رأسي؟ سأريكم السرعات الأقوى، لأنني أنفقت مالاً كثيراً على هذا الشيء. انظروا إلى ذلك المتسابق. لا أشعر بأصابع قدمي. إلى النهر. أريد منك أن تعطي رقماً لكل منهم من 1 إلى 4. من يحمل رقم 1؟ دالين. 1. ومن الرقم 2؟ جاستن. 3؟ براين. هل ترقمهم بالترتيب؟ أجل، هذا صحيح. هذا غش. حسناً، لا بأس، تفضل إلى القارب. إليك قطعة حلوى أخيرة من أجل الرحلة. أوه، شكراً، أتمنى أن لا تصبح. هذا التحدي قد يقرر من سيخسر المصنع. دعوني أريكم ما هو التحدي. يوجد 4 مراحل، 3 حقيقية وواحد من الكعك. من يختار الكعك يخسر. يخسرون عند الاختيار لا الصحيح. لا عليهم أن يعرفوا
أيها الاختيار الخاطئ. أنا لا أمزح، أحد هذه المراحيض مصنوع من الكعك، ومن يختار المرحاض المصنوع من الكعك يخسر مصنع الشوكولاتة. سنبدأ مع المتسابق الأول، وأمامك 5 ثوان. 5 4 3 2. إذا اخترت المرحاض الثاني، قف هناك وأدر وجهك نحونا. والآن رقم 2، مستعد؟ انزع عصبة عينيك. 5 4 3 1. حسناً، اذهب إليه، لدينا مرحاضان فقط، عليك أن تختار. 5 4 3. الثالث. حسناً، يؤسفني إعلان الأمر، ولكن بقي مرحاض واحد، لذا اذهب وقف أمامه. 3 منها حقيقية وواحد من الكعك، يمكنكم الجلوس. أوه يا للهول. مرحاض براين هو المصنوع من الكعك. يا رجل. يا للهول، العكاز انكسر. العكاز، لا أعلم إن جربتم صنع مرحاض من الكعك، ولكنه استغرق وقتا. يمكنك الضغط على الحمام؟ تعلم ما عليك فعله إلى الجسر. خسرت بالنيابة عني، آسف، ولكن عليك الذهاب لأتمكن من الفوز. استمتع في أريزونا، أراك هناك قريبا. يا للهول، لا أعلم إن كان هذا رائعا أم لا. لا تقلق، قيادة القارب سهلة كتناول الكعك. بقي لدينا تحدي واحد، والذي سنقرر عبره أي منكم سيفوز. معنا هؤلاء المتسابقون 3، وليس هناك شخص أفضل من هذا الرجل لاختيار الفائز. تفضل بالدخول جوردن رامزي. يا للهول، كيف الحال؟ التحدي الأخير متعلق بالطبخ، وأمامكم 45 دقيقة لإعداد حلوى ليقيمها جوردن. سيقيمها بناء على المظهر، الطعم، وابدأوا. لا تنسوا أن مصنع الشوكولاتة بانتظاركم. لا أقدم عروض الطبخ، ماذا سنفعل؟ إعداد الحلوى في 45 دقيقة يعتبر تحدياً صعباً. حسناً، ليست بالوقت الكافي. لا، ليس كافياً. اخترت الرقم عشوائياً. حسناً، أخبرني ما الذي تفعله. ليس لدي فكرة. ليس لديك فكرة؟ سأحاول معرفة ما يمكنني فعله بالمقادير. لم تجرب إعداد هذا من قبل؟ لا أعرف شيئاً عن الطهو، لذا سأجرب. يا للهول، لا أصدق. ماذا تعيد؟ كعكة الجبن، وهي الوصفة التي لا يجب أن أضعها في الفرن. سأباشر بإعداد كعكة فانفيتي. كم ستضع من الشوكولاتة؟ سأتركها خارج الكعكة وسأضعها بعد بضع دقائق. في الحقيقة ليس لديك الكثير من الوقت، لذا أسرع. في الواقع هيا. أنا متوتر قليلا. هل قليلاً. أنت بخير؟ أجل جيد. أنا بخير. نجعل الأجواء أكثر توترا. ما هي الحلوى؟ أنت لم تنجز شيئا حتى الآن. أنجز أحيانا بعض الأصناف المختلفة. أصناف مختلفة؟ أجل بالطبع. في 45 دقيقة؟ هل يمكنك العمل أجل اعمل بسرعة. هيا. لا أعلم ما الذي يتحدث عنه جوردن أساساً، ولكنه مسلل للغاية. تبقت 20 دقيقة، انقضى نصف الوقت وقطعتم نصف المسافة للفوز بمصنع الشوكولاتة. هل ستشتري مني المصنع عندما أفوز به؟ حسناً، أريد رؤية الذي ستعيده أولاً. إنه مغرور فعلاً، تذكر هو من سيقرر إن كنت ستفوز. أدرك ذلك. اسمع، شغل الموقد. يجدر بي فعل ذلك. هيا بسرعة يا للهول. تعرف كيفية إعداد الكعك من قبل؟ أجل أعلم، ولكن ليس من دون التعليمات. ها نحن ده، الوقت ينفد، دعني أضع هذا هنا. انتبه جيداً، إنه مجرد لهب بسيطاً، قطره 20 ملليمتراً. لا بأس، نجيد استخدام المطافئ. لا أظن أن المارشميلو يخفق. لا أعلم، سنكتشف الأمر قريباً. يا للهول، لا تأتي إلى هنا. ما الذي فعلته؟ لا أعلم. وكأنك تهوته وتناولته ثم بسقته. يا للهول. سيصاب جوردن بنوبة قليلة. دقيقتان، أتريد مني تعريضها للهب؟ لا، ليس بعد. ماذا عن الآن؟ ليس بعد. توقف عن إزعاج المتسابقين. يريد جوردن أن تتظاهر بأنك بذلت الكثير من الجهد، لذا استخدم الصفات التي يحبها طهات. مثلاً، لقد وضعت هذه الخيوط الغريبة لأن ذلك يتناسب مع الشوكولاتة. أغلق فمك، 15 ثانية. بسرعة. يا للهول. 10 9 8 7 6. هيا كريستيان. 5 4 3 2 1. توقفوا. انتهت المسابقة. سيبدأ جوردن الآن بتقديم الأطباق الثلاثة، وسيعطيهم علامة من 10 على المظهر وكذلك على الطعم، ومن يحصل على العلامة العليا يفوز بالمصنع. صف لنا الطبقة يا جاسم. مثلجات على مخروط، وذوبت المارشميلو فوقها وتحتها، فلم أعلم ما علي وضعه للأسف. لا أعلم أيهما الأسوأ، الطبقة العلوية أم السفلية. في الحقيقة إنها تبدو رديئة بعض الشيء. حسناً، لقد فشلت. سأعطي الطبقة 5 من 10 على الشكل. واو، هل أعددته متبعاً التعليمات؟ أجل. كيف مذاقه؟ أوه. حسناً. هل حقاً؟ 5. حسناً، 5. حصلت على 10. 10 من 20. مجموعه النهائي 10. وكأن قنبلة انفجرت. كان شكلها عظيماً في البداية، ولكنه عزم على تدمير كل ما فعله في الدقيقة الأخيرة.
خفقت الكريمة ووضعتها عليها ولكنها ذابت ولم تعد موجودة، ومن ثم وضعت الموز المكرمل ووضعت فوقه المارشميلو المغطى بجوز الهندي والشوكولاتة أيضا. أسمعت بكلمة توقف من قبل؟ أو خير الكلام ما قل ودل؟ تبدو فوضى عارمة، لذا 3/10. بالنسبة للطعم، ما هذا السائل؟ لماذا يوجد سائل هنا؟ ماذا فعلت؟ للأسف طاف السائل المحلى وأصبحت كميته كثيرة جدا. لذيذ؟ لا إنه ليس لذيذ، أعلم هذا. ماذا وضعت فيها؟ سأعطيه 5. حسنا، ليس لديك أي فرصة للفوز. شكرا جميعا، لقد استمتعت بلقائك. وأنا أيضا. تم استعادة. إنني حزين، سنعطيه $10,000 لقاء انسحابك. شكرا جزيلا. حسنا، لكنك خسرت، أراك لاحقا. أعددت كعكة فانفيتي مع شلال من الشوكولاتة من مصنع ويلي وونكا، بالإضافة إلى القارب في المنتصف والذي يمر عبر الشلال، مع إطفاء ألوان كثيرة كتلك التي في المصنع. وفقا لمظهره أعتقد أنه يبدو أفضل. أحببت القصة، وبالنسبة إلى المظهر فهو يستحق 7/10. حصلت على 10. النتيجة محسومة قبل التذوق. قوام فانفيتي أفضل دوما، فهي خفيفة ورقيقة، ولكنني متوتر الآن. ما رأيك؟ لا أعلم إن كان سيقول إنها أسوأ كعكة أم إنها لذيذة. هناك يا للهول، 7/10. مثلا شكرا لك بالفوز. لقد فاز فعلا بمصنع الشوكولاتة. لقد فزت، أصبح ملكي الآن. وللاحتفال بإطلاق هاتين النكهتين اشترينا 10 سيارات من طراز تسلا والكثير من المبالغ النقدية، وكل ما ترونه أمامكم على عكس منتجات هيرشي فهذه مكونة من 4 أو 5 مكونات فقط ومذاقها رائع. زوروا الموقع الذي أمامكم واطلبوا بعض الشوكولاتة. المشكلة أن نهر الشوكولاتة يتهاوى وقطع الحلوى بدأت تفسد، وستجد الذباب هناك وسيكلف مالا كثيرا للصيانة، لذا سأعود بعد قليل. هذا مبلغ قدره $500,000. هل تبيعني المصنع مقابل هذا المبلغ؟ وإن لم توافق سيكلفك أكثر من $100,000 في السنة. لم أرى هذا الكم من المال في حياتي. أتشتريه مني؟ أجل، بـ$500,000. أجل، المال أمامك. هذا لي، سلمني هذا، وضع المال في سيارتك. لقد سلمتك إياه. حسناً، اتفقنا. هذا المال لي. يا أهل الهول.